مش كفايه كده تاثير بيه ولا ايه؟ العربيه دي فيها بانجو يا مدحت، انا مش تلميذ يا حبيبي. لا ابدا يا فندم، حاشا لله، مين قال كده؟ مش تلميذ. مش ناويين برضو تقولوا بابا مخبي البانجو فين؟ يا تيسير بيه، مش كل عربية هتيجي هنعمل فيها كده ونعذب الناس. ده الطريق واقف من المعادي لوسط البلد. جرايه مدحت، ما بدل ما انت واقف عمال تتلمض لي كده، اتفضل فك لي الاربع كاوتشات عبال ما انا اشوف العربيات اللي ورا. مش هسيبك. ايه الكحل ده؟ شوف يا وقت البتاع ده شويه، وارحميني بقى من تامر حسني اللي واكل دماغك ده. انا بحب تامر حسني بس مش لدرجه ان اسمعه صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. شفيقه، انا بكلمك كحيوان ناضج، ما تخلينيش اسحب منك الام بي 3. وقت البتاع ده هذا استفزني بقى. لا لما اقول لك وطي كلامي يتسمع، فاهمه ولا لا؟ لا ما تدينيش قفاك شفيقه. بصيلي وانا بكلم شفيقة. مبسوطة يا وش النحس؟ خبطنا واحد، يا رب يطلع تامر. كابتن، كابتن انت اللي غلطان على فكرة. بتتجبس انت ده لسه خطر، بتعيطي على انت كمان، هو يقرب لك. ماشي لوحدك ليه اصلا؟ مين قالك اني ماشي لوحدي؟ انا معايا ست اصحابي اهو. والله العظيم اللي زي وشك لطيف. والله يا مدحت، خد اللوست اللطيف ده على البوكس وخلي اصحابه يروحوا بالتاكس. شوف يا ما تفتحيش بقك. لطيف بنوستر. رخص يا عم القراداتي. انت اسمك فاطمه رشدي؟ لا يا فندم، فاطمه رشدي دي امي، اصل ديت عربيه امي. اه اصل انا اسمي تيسير فهمي، فعادي. فرصه سعيده. وده ايه اللي ورا ده؟ ده مطبق من امبارح ولا ايه؟ ايوه يا فندم، هو مطبق من امبارح. ده تلاقيه تعبان جدا جدا يا فندم. بس انا بقدس النوم جدا، انت عارف انا لو مطبق كده ممكن اروح يومين، انام يومين. يلا اتفضل. يلا شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. افتح الطريق، في واحد مطبق. تيسير بيه، حضرتك شفت الرخص يا فندم؟ اه شفت الرخص، تمام جدا، ما فيهمش حاجه يعني. وبعدين معاهم واحد مطبق. يا فندم انا مش قصدي المطبق، حضرتك شفت رخصه القرده؟ شوف رخصه القرده ازاي يا مدحت؟ يعني هقول للقرده رخصك يا قرده؟ وبعدين مش القرده اللي كانت سايقه يا مدحت. يا فندم انا مش بقول ان هي سايقه ولا لا، يا فندم دي قرده، ما ينفعش تمشي كده في وسط الناس من غير ما يكون معاها تصريح. جرايه يا مدحت، انت بتكره القرود كده ليه يا مدحت؟ انت عنصري ولا ايه؟ ايه رايك يا دكتور؟ انا مفكر اعمل عليه التجربه. هو حالته عامله ازاي يا بيرم؟ لا ده خلصان خالص، شبه ميت. مش عارف اقول لك ايه. اقول لك جربها عليه، لو فشلت هو كده كده ميت، لو نجحت يبقى له حظ انه يعيش على ايدك يا بطل. ماشي يا دكتور.
عايز صوت. تجربة العناب المحاولة رقم 47. نوع الضحية ذكر. السن من 20 لـ30 سنة. المستوى الاجتماعي زبال. الحالة الصحية يلفظ أنفاسه الأخيرة. أنا عارف أنت بتفكري في إيه. انسي بقى شفيع انسي. تيمور خطيبك ما ماتش من التجربة بتاعتي. تيمور هو اللي كان عيان. افتح يا بيرم يا حبيب ماما. ثواني يا فاطمة، شفيعة بتغير هدومها. افتح يا بيرم عشان تحكي لي عملت ايه عند عمو. صريح. اياكي تلعبي في حاجة، فاهمة؟ تعالى يا ولد، تعالى نتكلم بره. نتكلم بره يا ولد. تعالى نتكلم جوه يا ولد. يا ولد هنا في تكييف. يا ابني احكي لي، احكي لي عملت ايه مع صريح. عايز اطمن عليك. ايوه يا فاطمه، هو عايزني اشتغل معاه بس انا مش طالبه معايا.